في وقت بات فيه تنظيم داعش محصورا في مناطق قليلة في سوريا، لا زال التنظيم يشن هجمات في أكثر من منطقة. هذه المرة استهدف نقطة تجمع شرق سوريا لجنود النظام والجنود الروس. الهجوم أسفر وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 9 روس والعشرات من قوات النظام، فيما قالت موسكو إن إرهابيين نفذوا الهجوم الذي تسبب في مقتل 4 جنود روس وإصابة آخرين. هذا الهجوم وقع الأربعاء الماضي عندما كمن مسلح داعش لرتل لقوات النظام وقوات روسية أثناء توقفه في نقطة جنوب غرب الميادين في محافظة دير الزور. العيون مصوبة مجددا إلى محافظة دير الزور شرقي سوريا. وزارة الدفاع الروسية قالت إن 4 من جنودها قتلوا في المنطقة خلال معركة مع إرهابيين، إذ هاجمت مجموعات إرهابية عدة ليلا مدفعية تابعة للجيش السوري، وفق بيان للوزارة أكدت فيه إصابة 3 عسكريين روس أيضا. وزارة الدفاع الروسية لم تحدد تاريخ الاشتباك أو مكانه، لكنها أعلنت أن المعركة استمرت لنحو ساعة خلال الليل وقتل فيها أكثر من 40 إرهابيا على حد تعبيرها. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال من جهته إن أكثر من 20 مقاتلا من قوات النظام السوري و9 مقاتلين روس قتلوا في هجوم شنه تنظيم داعش الأربعاء الماضي على نقطة تجمع لهم شرقي سوريا. فوفق المرصد هاجم مسلحون في داعش رتلا لقوات النظام وقوات روسية أثناء توقفه جنوب غرب مدينة الميادين. حصيلة المرصد السوري تلت بيان وزارة الدفاع الروسية، مما يرجح أن المعركة التي ذكرها بيان الوزارة حصلت الأربعاء الماضي كما قال المرصد، وهو ما أشارت إليه أيضا صحيفة محلية في مدينة شيتا الروسية. استحدثت الصحيفة عن جنازات أقيمت ل4 جنود ذكرت أنهم قتلوا في سوريا بتاريخ 23 من الشهر الجاري، أي يوم الأربعاء. مشهد يثير الشك بشأن تضاؤل قدرات داعش في سوريا والعراق، فقوات النظام كانت قد أعلنت طرد داعش من مدن دير الزور والميادين والبوكمال العام الماضي، وأكدت سيطرتها على مناطق عدة في ريف دير الزور. كما أن القوات العراقية أعلنت في أكثر من مناسبة أن طائراتها الحربية شنت ضربات جوية على مواقع لداعش داخل سوريا كانت أحدثها الخميس الماضي. تطورات تعكس استمرارا لدى تنظيم داعش في العمل بتكتيك الخلايا النائمة والهجمات المباغتة، خصوصا أن مسلحي التنظيم أسروا حديثا العشرات من عناصر الدفاع الوطني الموالي لقوات النظام في بادية دير الزور الجنوبية الشرقية، وفق مصدر في مجلس دير الزور المدني. معنا من بيروت مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات خالد حمادة. عميد خالد، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. هذا الهجوم جاء غداة إجلاء عناصر داعش من مخيم اليرموك إلى البادية السورية، هل يمكن أن يكون هذا الهجوم انتقامي؟ ما دلالاته برأيك؟ أولا مساء الخير. مساء النور. هذا الهجوم ليس الأول وفي هذه المنطقة بالذات، يعني منطقة دير الزور والمنطقة الشرقية، يعني من تدمر إلى دير الزور، هي منطقة دائما تتعرض فيها القوات الروسية وقوات النظام إلى هجمات، وكلنا نتذكر الهجوم الكبير الذي حصل في شهر فبراير الماضي عندما قتل أكثر من 200 جندي روسي بضربة أمريكية. السؤال، أعتقد هناك مجموعة أسئلة يجب أن تطرح حول هذه العملية بالذات. نعم. أولا، العملية جرت يوم الأربعاء وتم الإعلان عنها اليوم. صحيح. ثانيا، هذه العملية لم تكن عملية خاطفة، استمرت لمدة ساعة، تم تدمير عدد كبير، ربما 6 عربات مدرعة عليها أسلحة ثقيلة، وكذلك إلى جانب هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى. إذن هذه يعني ليس كمينا في مكان غير مرتقب، هناك عمل عسكري محضر. المنطقة بحد ذاتها تثير المجموعة من الأسئلة، يعني لم يقل المتحدث الروسي ما كانت مهمة هذه الدورية أو هذا نقطة الاستراحة التي اعتمدتها هذه الدورية، ولماذا كانت تمر من هناك.
أنا أعتقد أن هذه المنطقة وتحديدا منطقة الميادين، نعم، وكل المنطقة المحاذية للطريق الدولي الذي يمر من دير الزور إلى الأبو كمال، والذي لم تحدد بعد خطوط الفصل بين مناطق النفوذ الأمريكية والروسية فيه، هو عرضة دائما لضبط هذا الخط. يعني أنا لا داعش لم تعلن مسؤوليتها، وداعش طبعا أصبحت يعني جهة وهمية يتم إلصاق التهم بها. هناك أكثر هنا السؤال أيضا عميد خالد، هناك كثير من التساؤلات سنطرحها إن سنح لنا الوقت، ولكن في البادية السورية هناك وجود لداعش، ويفترض أن النظام السوري والروس طهروا هذه المنطقة، لماذا بقيت يعني غير محررة هذه المنطقة برأيك؟ يعني أولا القول يعني أنه يمكن تحرير مناطق بهذا الاتساع الجغرافي هو كلام نظري، حتى ولو زج الجيش الأمريكي نفسه في هذه المنطقة. يعني كلنا نتذكر التجربة الأمريكية في العراق، نعم، عملية يعني تنظيف وتحرير منطقة من فلول منظمات إرهابية أو غير إرهابية وميليشيات يعني لديها أجندات معينة، هو كلام نظري ليس إلا. ولكن اسمح لي يعني عميد خالد هنا، اسمح لي في هذه النقطة، يعني البعض يقول المعركة الأصعب أنجزت، وهناك هذه المعركة معركة يعني يفترض أن تكون ليست صعبة بل هي معركة سهلة، لأن المنطقة الجغرافية صغيرة جدا. يعني المنطقة الجغرافية فعلا ليست صغيرة، نحن نتكلم عن إذا كنا نتكلم عن الحدود الشرقية وصولا إلى دير الزور، نتكلم عن أكثر من 150 كيلومتر، ونتكلم عن مناطق يعني مقفرة ليست مسكونة، وبالتالي الوحدات العسكرية مهما كان حجمها لا يمكنها تحقيق الأمن بصورة مثالية. ولكن يعني أنا أريد أن أحدد وجهين للشبه بين هذه المنطقة بالذات وبين ما يجري في درعا. يعني هناك سيناريوهين متشابهان. يعني في الجنوب يحاول الجيش السوري تحسين شروطه، وهناك يعني نوع من الدفع الأردني وببعض الميليشيات ورجال الأعمال، نعم، لتسليم معبر النصيب إلى القوات الشرعية طبعا لمكاسب اقتصادية، نعم، وهناك معبر الأبو كمال الذي كذلك لديه يعني يحقق مكاسب اقتصادية بالإضافة إلى المكاسب الأمنية، ويعني تحرير طريق بشكل مستمر لدخول للتواصل بين الداخل العراقي والداخل السوري. أنا لا أعتقد أن هذا الهجوم هو هجوم بالصدفة، نعم، ولا أعتقد أن هذا الهجوم هو بحث هجوم ميداني، طيب، لتدمير وحدة عسكرية روسية. لو نتذكر نعود إلى قضية مهاجمة القوات الأمريكية قبل أشهر لقوات المرتزقة أو قوات فاغنر في هذه النقطة، حينما كان هناك تواصل بين الأمريكان وبين الروس، أنكرت موسكو تبعية هذه القوات إليها، وبالتالي الآن هذا الهجوم كان فيه مجموعات من المرتزقة من فاغنر في منطقة الميادين، وهذا يدفعنا للتساؤل حول يعني حول حجم انخراط هذه الجماعات الروسية في الحرب السورية، وأيضا ما الغاية من استخدامهم في تلك المنطقة تحديدا. يعني اللجوء إلى استخدام هذه الميليشيات يعني من قبل طبعا روسيا هو يعني نوع من عملية يعني التغطية على أنشطة عسكرية، فيما إذا اكتشفت أو فشلت لا يعني تقدم، إذا يمكن القول، هزيمة معنوية للجيش الروسي، وإنما يمكن دائما إسناد المسؤولية إلى مجموعات غير منضبطة أو مجموعات لا تعمل بأمر القيادة الروسية. ولكن يعني أنا أعتقد أن هذه المجموعات تأتمر فعلا بأمر القيادة الروسية، وإذا تذكرنا الهجوم السابق يعني كان هناك نوع من عدم الإحراج الأمريكي للروس بالقول أن هذه وحدات يعني تعلم موسكو بمهمتها، وكذلك كان نوع من إدارة الوجه من قبل موسكو على أن هذه الخسائر ليست خسائر في الوحدات العسكرية،
وهذا طبعا يحصل عندما تندمج مجموعات المخابرات بين الوحدات المقاتلة وتقوم يعني بزج مجموعات لا تنتمي إلى الوحدات النظامية بشكل مباشر، وإنما طبعا هي من صلب العمل العسكري ومن صلب الوحدات المزجة. طيب. ثم نحن نتكلم في هذه المنطقة يعني عن مناطق نفوذ شرق النهر وغرب النهر، نتكلم عن مكان فيه منشآت نفطية. صحيح. نتكلم عن طريق دولي له مواصفات، نتكلم عن الحد من النفوذ الإيراني من العراق ونحو الداخل السوري. طيب. يعني كل هذا الباكج، كل هذا الملف متصل ببعضه. عميد خالد، يعني الغريب أن هناك قوات أمريكية شرقي الفرات كما تعلم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، هذه المنطقة أيضا فيها عناصر لداعش، لكن يبدو أن داعش يقوم بعمليات ضد النظام السوري ضد الروس، لكن يبدو في حالة سلام مع القوات الأمريكية. ما الذي نفهمه هنا برأيك؟ يعني أعتقد أنه هذه المجموعات والميليشيات المسلحة التي اتفقنا واصطلحنا على تسميتها داعش هي يعني مجموعات تعمل دائما لدى من استدعاها ومن يمولها. هناك داعش يعني مع ليب الأمريكي، وهناك داعش مع ليب الروسي وليب السوري وليب الإيراني. فأنا أعتقد أن هذه المجموعات يعني هذا الاسم الفضفاض يخفي وراءه يعني عمليات ميليشيوية وعمليات عسكرية تقوم بها وحدات لحساب فريق من الفريقين الكبيرين أمريكا والولايات المتحدة أمريكا وروسيا، وإنما يعني في مناطق كما قلنا لم يتفق بعد على أين هو خط الفاصل ما بين نفوذ كل من هذين الكبيرين. شكرا جزيلا لك العميد خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، حدثتنا من بيروت. شكرا لك.